بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. النهارده هنعمل وصفه سهله جدا وبسيطه جدا وكل اطفالنا بتموت فيها، حتى الكبار كمان بيحبوها. بنروح بره ندفع فلوس كتير جدا علشان خاطر ناكل حته صغيره كده. قد ايه يعني حته صغيره جدا؟ زي ما هوريكم دلوقتي. طب وليه؟ طب ما احنا نعملها في البيت. يلا بينا النهارده نعمل السنابو في البيت بطريقه سهله جدا وسريعه والامكانيات على قد الايد وتقريبا كده متوفره عندنا في كل بيت. يلا بينا نشوف هنبدأ ازاي. اول حاجه هقولك عليها المقادير، بس لو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي، وطبعا حبيبه قلبي ما تنسيش اللايك بتاعك. اول حاجه معايا هنا حوالي كوبايتين دقيق، معايا هنا الدقيق يعني لو عزنا نزود شويه هنزود براحتنا على حسب العجينه بتاعتنا. معايا كوبايتين دقيق، معايا نص كوبايه سمنه او زبده او زيت، بس يفضل تكون زبده. معايا هنا كوباية لبن، معايا نص كوباية سكر يعني نص وشوية، نص ومعلقة كده. معايا 2 بيضة، معايا فانيليا عشان البيض، ومعايا ملح، ومعايا 2.5 معلقة خميرة. بس كده دي المقادير بتاعتنا، حاجة سهلة وسريعة اهي. وهنبدأ على طول دلوقتي نشتغل. أول حاجة هحطها السكر، وبعد كده هحط كوباية اللبن الدافي. لبن يكون دافي يا جماعه عشان الموضوع يسهل علينا شويه. وبعد كده هحط الخميره، 2.5 معلقة خميره او بمعدل 2 كيس خميره. بعد كده بقى هقلب كويس جدا، هقلب بقى الخميره مع اللبن مع السكر كويس جدا لحد ما يدوبوا مع بعض. بعد ما قلبتهم كويس جدا هنزل بقى بالبيضتين. طبعا عايزه اقول لك الكوبايه اللي انا معايره بيها السكر هي الكوبايه اللي انا معايره بيها كوبايه اللبن، هي كمان اللي معايره بيها نصها الزبده. بعد ما حطيت البيض هحط بقى وكمان معايره بيها الدقيق، هحط كده حوالي رشه فانيليا. ما عندكيش السايله دي تقدري تستخدمي بواكي او اللي هي السايله خالص، يعني ما عندكيش الازازه دي اي حاجه عندك، المهم اللي هي تكون فانيليا. هحط بقى كده هقلب البيض مع الفانيليا كويس جدا لحد ما يختفي معايا. وبعد كده بقى هنا هحط معايا السمنه، نص كوبايه السمنه او ما عندكيش السمنه تبقى زبده براحتك خالص، بس ما بفضلش الزيت بصراحه، يعني الزيت صعب شويه في الموضوع ده. كده حطيت نص كوبايه السمنه، هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض واخلطهم بقى واخليهم كده لحد ما يخلطوا معايا والسمنه كمان تختفي وكله يتجالس مع بعضه. بعد ما حطيت السوائل كلها مع بعضيها وخلطتهم بالشكل ده كده، هبدا اجيب بقى عندي الدقيق. دول زي ما قلتلك حوالي كوبايتين دقيق، ولو عزنا تاني هحط عليهم رشه ملح وهقلبهم مع بعض كويس. بعد ما قلبتهم كده هبدا انزل بيهم بقى على الخليط اللي احنا عملناه. لو انت مش واثقه في الخميره بتاعتك تقدري تستني شويه لحد ما الخميره بتاعتك تخمر هنا في الطبق. لو انت واثقه فيها وعملتي بيها حاجه قبل كده ونجحت معاكي يبقى اوكي اشتغلي على طول. هنا هنزل بقى بكميه الدقيق، هنزل يعتبر بنص نص الكميه واقلبهم. طبعا انا هعجن بايديا دلوقتي بس لحد ما تلم معايا كده الاول واحط كميه الدقيق. بصي بدات اللي هي تلم معايا كده، هحط بقى بقيه كميه الدقيق، لو عوزت تاني هحط على حسب مثلا على حسب الدقيق بتاعك. انا كده محتاجه احط مثلا نقول نص كوبايه دقيق تاني، هحط كده حوالي 2 معلقة كبار بمعدل نص كوبايه يعني واقلب. عوزت تاني هقلبهم بقى مع بعض. هشيل بقى المضرب ونبدأ نعمل بايدينا. هاجن بقى بايديا، ولو عوزت دقيق تاني برضو هحط. تمام كده لحد ما تلم معايا. انا عايزاها عجينة كده متماسكة بس طرية معايا ولينة خالص. حطيت رشة دقيق تاني، وبعد كده بقى هبدأ اللي انا اعجنها بقى معايا لحد ما تلم معايا. بصي ابدأي اعجني كده لحد ما ايه تلم معاكي.
عايزه اقول لك ان انا وانا بعجنها دلوقتي متماسكه جدا وكمان طريه قوي قوي قوي، ناعمه العجينه ذات نفسها، ناعمه كده ولينه معاكي. يعني كده انا حطيت بمعدل 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق عليهم كوبايه لبن، عليهم نص كوبايه سكر، عليهم نص كوبايه زبده، وبيضتين ومعلقتين ونص خميره، ورشه فانيليا ورشه ملح صغيره. بصي هبدا دلوقتي، اهي بدات اللي هي تلم معايا. بصي دلوقتي بعجن العجينه بتاعتي بقى على الرخامه لحد ما لمت معايا اهي، وهبدا بقى احطها في الطبق بعد ما خلصت معايا عشان تخمر بالشكل ده كده. هحطها في الطبق هنا واسيبها بقى لحد ما تخمر، وهغطيها باي حاجه عندك، ممكن غطا، ممكن كيس بلاستيك، ممكن فوطه، اي حاجه. انا هغطيها بالغطا دوت كده واسيبها لحد ما تخمر على حسب الجو عندك ودرجه الحراره، وبعد ما تخمر هنرجع مع بعض نشوف هنشكلها ازاي ونعمل الحشوه بتاعتها كده. خلاص دلوقتي بعد ما خمرت معايا بقى هجيب رشه دقيق احطها عندي على الرخامه، وبعد كده بقى هفردها. حاولي ما تعجنهاش تاني وتفرديها على طول علشان خاطر تتفرد معاكي بسهوله. طبعا انت سبتيها خمرت واستريحت وبقت مية مية كده، هتتفرد معاكي بكل سهوله. عايزه اقولك اللي هي العجينه ديت لينه جدا وطريه وناعمه جدا، وكمان طعمها حكايه. خلاص دلوقتي بعد ما فردتها بالشكل دوت كده، يعني بصي حوالي السمك بتاعها مش رقيق قوي ومش تخين قوي، حاولي توسطنيها كده علشان خاطر تديكي طعم حلو جدا. هجيب حوالي 5 معالق سكر، عليهم معلقتين قرفة بس، حابة تزودي في القرفة لو انت بتحبيها زودي، لو مش بتحبيها قللي منها براحتك خالص. ممكن كمان تستبدلي السكر الابيض دوت بالسكر البني، بس لو ما عندكيش عادي السكر بتاعنا مفيش اي مشاكل. هجيب حوالي قطعتين زبده او معلقه سمنه كبيره، مش زيت يا جماعه، الزيت مش هينفع في الوصفه دي خالص. وهتدهني العجينه بتاعتك اللي احنا فردناها كده بالزبده عشان لما نحط عليها السكر يمسك فيها وما يقعش. حاولي الزبده تكون سايحه شويه بس مش سايحه قوي يعني، وكمان لو مش عندك زبده زي ما قلتلك تحطي معلقتين سمنه او معلقه سمنه كفايه على حسب الايه الفرد بتاعك، ما هي مساحتها قد ايه. حطي معلقه الاول، لو عوزتي تاني حطي تاني. وهبدا بقى ارش دلوقتي السكر والقرفه واملاها كلها. عايزه اقولك اللي هي طعمها حلو قوي وعجبت الولاد، وحاجه كده اقتصاديه وسريعه وسهله جدا ومش مكلفه، وتقدري كمان تديهم في اللانش بوكس الصبح وهم رايحين المدرسه في علبه كده صغيره، بجد طعمها حلو قوي. بعد ما حطيت السكر كله زي ما انت شايفه كده والقرفه عليها كلها، هبدا بقى ان انا الفها رول. لفيها كده واحده واحده معاكي علشان خاطر تبقى متماسكه كده، وكمان شكلها حلو لما نيجي نقطعها. ده كده بقى وانا بلفها. خلاص بعد ما لفتها وخلاص، يستحسن ان انت تقطعيها بخيط، ما ينفعش تقطعيها بالسكينه. لو قطعتيها بالسكينه هتديكي شكل مش حلو خالص، وهتلاقيها كده اتبططت معاكي وما بقتش حلوه، لكن الخيط هيقطعها بكل سهوله. حاولي كده توسطني ايديكي وتشوفي المقاس عشان خاطر يبقى كله يطلع حجم بعض. يعني دي عملتها حوالي 3 صوابع، نفس القصه اللي انا هقطعها بعد كده هتبقى زيها 3 صوابع برضو. بصي بتقيسي كده بايديكي وبعد كده بتشدي الخيط عليها. خلاص خلصت الكمية كلها بالشكل دوت، هجيب بقى صينية مدهونة كده حتة زبدة صغيرة، وهبدأ اللي انا ارصهم في الصينية، وحاولي تسيبي ما بينهم فراغات علشان خاطر لما هتخمر هتملى الصينية. بعد ما حطيتها في الصينية هبدأ اللي انا ابططها كده بايديا عشان خاطر يبقى كله الارتفاع بتاعه حجم بعض، ما يبقاش في واحدة عالية وواحدة واطية عشان كلهم يستووا مع بعض. هسيبها تخمر بقى لمدة مثلا 10 دقايق، وبعد ما تخمر هقولك هنعمل فيها ايه. بعد ما خمرت هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الوسطاني من الفرن من تحت بس. هجيب بقى قطعتين جبنة كيري او جبنة مثلثات او 3 قطع على حسب المتوفر عندك، وهجيب كده حوالي فنجان لبن، وكمان هجيب بقى شوكة وابدأ اللي انا اهرس الجبنة كده بالشوكة ديت. حط عليها حوالي 5 معالق او 6 معالق سكر بودرة، يستحسن في الوصفة ديت تستخدمي سكر بودرة، ما ينفعش تستخدمي السكر العادي عشان خاطر السكر العادي مش هيدوب معاكي بسهولة.
وبعد كده هجيب كتاتين زبدة واقلب كل الخليط ده مع بعضه. حابة تضربيه في الخلاط اضربيه، مش حابة خلاص براحتك خالص. دلوقتي بعد ما ضربته في الخلاط يبقى قطعتين جبنة كيري، عليهم كوباية فنجان لبن، عليهم 5 معالق سكر بودرة، عليهم قطعتين زبدة. ما عندك الزبدة تقدري تحطي معلقة سمنة. بعد ما ضربته ده كده شكله، عايزة اقولك اللي هو طعمه حكاية، طعمه حلو قوي. بعد كده بقى بتحطيه في طبق التقديم وبيكون خلاص السنبو طلع معانا من الفرن بالشكل دوت، ولا لازق في الصينية ولا اي حاجة. وعايزة اقولك اللي هو حلو قوي وريحته كمان جميلة وطعمه حكاية، ومستوي من جوه ومستوي من بره وكله تمام. هجيب بقى واحدة كده اهي، بص كمان من السوا بتاعها من تحت مستوية جدا وما اتحرقتش مني ولا اي حاجة. هحط بقى عليها فوق الوش، تنزلي بقى بال